الصراحة إنا لله وإنا إليه راجعون. تلقينا الخبر بأسى وبأسف، لأنه كيف كتعرفوا سكتة قلبية، حتى واحد ما كان ملي كتجي الموت بمرض ولا شي حاجة، الإنسان تيكون عنده واحد كيكون مهيئ شوية، ملي كتجي سكتة قلبية الله سبحانه وتعالى اللي بغاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا توصلت للدار هذا عرفتها، كنت نيت في القناة، كان عندنا تصوير، توصلت للدار بشي ساعتين هكذاك هذا عرفتها. صراحة صدمة على كاع الإخوان والزملاء ديالو كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون.